يسعد مساكم جميعا. اليوم إن شاء الله رح نبلش بالسكشن الثاني من شابتر 4. عنوان السكشن عندنا اللي هو بحكي لنا المين فاليو ثيرم. قبل ما نبلش إحنا بالمين فاليو ثيرم رح نتعرف على رول ثيرم. رول ثيرم هي رح نعتبرها حالة خاصة من المين فاليو ثيرم، كمان شوي بنشوف له، بس بالبداية خلونا نتعرف على الرول ثيرم. بحكي لنا الرول ثيرم إنه suppose f x is a function that satisfies. بحكي لنا رول ثيرم هي عبارة عن نظرية، في لهاي النظرية ثلاث شروط، إذا تحققوا هدول الثلاث شروط بدون أي استثناء معناها النتيجة رح تتحقق. يعني عنا إحنا ثلاث شروط بعدين في نتيجة، لازم عشان إحنا نستفيد من النتيجة ثلاث شروط يتحققوا الثلاث بدون أي استثناء، إذا في واحد منهم ما تحقق ما بقدر إني أستخدم هاي النتيجة أو هاي النظرية. بحكي لنا أول شرط من هدول الثلاث شروط إنه يكون عنا متصل على الفترة المغلقة AB. ثاني شرط يكون الاقتران قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة AB. ثالث شرط صورة الـ A بتساوي صورة الـ B. A هي عبارة عن بداية الفترة و B هي عبارة عن نهاية الفترة. بحكي لنا إذا هدول الثلاث شروط اتحققوا كنتيجة لهدول الثلاث شروط there exists a number C. هاي الرمز اللي هيك معناه there exists. There exists a number C بنتمي للفترة المفتوحة AB بحيث إنه الصورة المشتقة للC بتساوي صفر. شو يعني there exists؟ يعني على الأقل إحنا في عنا C تنتمي لهاي الفترة المفتوحة. يعني أنا حكيت على الأقل، يعني ممكن يكون في عنا أكثر من C بس على الأقل بده يكون في عندي C بحيث إنه المشتقة لإلها مالها بتساوي صفر. إذا هون عندي على الأقل رح نقدر نلاقي C تنتمي للفترة المفتوحة AB بحيث إنه المشتقة لإلها بتساوي صفر. إذا رول ثيرم شو بتحكي لنا؟ إنه عندكم الاقتران لازم يكون متصل على الفترة المسكرة AB، لازم يكون قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة AB، لازم صورة الـ A تساوي صورة الـ B، معناها رح نقدر نلاقي C بتنتمي للفترة المفتوحة AB بحيث إنه المشتقة عند C بتساوي صفر. تمام، نيجي نفهم الموضوع أحسن. شو يعني المشتقة عند C بتساوي صفر؟ إحنا بنعرف إنه إذا كانت المشتقة عند C بتساوي صفر معناها في عند C horizontal tangent، في عندها مماس أفقي. تمام، فبما إنه المشتقة عند C بتساوي صفر في عندها مماس أفقي. لو نيجي نشوف على الرسم كيف نفهمها، بنلاحظ إنه الاقتران يلي عنا من عند A لعند B ماله متصل على الفترة المسكرة AB. تمام، متصل، ما في عندي دوائر مفتوحة لأنه أحكي مثلا هون الصورة مش معرفة أو إلى آخره. ثاني شغلة قابل للاشتقاق. ثالث شغلة F الـ A بتساوي F الـ B، يعني هي على الرسم واضحة إنه صورة الـ A بتساوي صورة الـ B. هسا بحكي لنا في عندنا C بحيث إنه هاي C المشتقة لعندها بتساوي صفر. طب شو يعني المشتقة عند C بتساوي صفر؟ حكينا يعني في عندها horizontal tangent. طب أنا كيف بدي أطلع هال horizontal tangent؟ هسا أول إشي إحنا بنعرف ال horizontal tangent ماله بيساوي صفر. طب مش إحنا بنعرف إنه الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات؟ لو جينا إحنا أخذنا القاطع اللي مرسوم ما بين A و B، القاطع بين النقطتين A و B، تمام؟ نشوف شو ميل القاطع يلي عنا هون. ميل القاطع يلي عنا رح يكون فرق الصادات على فرق السينات. يعني هون إحنا عنا هاي F الـ A و F الـ B بنفس الوقت، مش متساويات هن؟ هسا إحنا بنعرف إنه إحنا في عنا نقطتين اللي هي A و F الـ A وعنا B و F الـ B، صح؟ لو إحنا بدنا ميل القاطع، القاطع اللي هو بين النقطتين A و B شو بيساوي؟ فرق الصادات على فرق السينات، يعني F الـ B minus F الـ A على B minus A. بس إحنا بنعرف شغلة إنه F الـ B بتساوي F الـ A، صح؟ إذا F الـ B minus F الـ A رح يعطيني صفر على B minus A، يعني صفر. تمام، هسا بما إنه ميل القاطع هون بيساوي صفر، الموازي للقاطع، الموازي للقاطع اللي هو هيك، صح؟ لو جينا رسمنا خط موازي للقاطع وين رح يكون؟ رح يكون هون. إذا زي ما حكينا الموازي للقاطع، القاطع اللي عندنا هون لو بدنا نرسم موازي لإله، الموازي لإله هيو الخط يلي هون هو موازي للقاطع. احنا بنعرف لما يكون في عندنا خطين متوازيات بيكون إلهم نفس الميل. إذا الميل يلي هون شو بده يساوي؟ ميل يلي هون لأنه المتوازيات، فميل اللي هون احنا طلعناه صفر، إذا الميل اللي هون بيساوي صفر. يعني الميل يلي هون بيساوي صفر، يعني هون horizontal tangent معناها هون عند هاي النقطة هون اللي هي نقطة يعني
اللي موجودة على الرسمة عنا لو نيجي ننزلها هون رح يكون في عندي أنا C، بحيث إنه المشتقة للسي شو مالها اللي هي بتساوي صفر. تمام، من هون هاي يعني مفهوم نظرية رول بالرسم، بس يعني اللي بهمني هون إنه إحنا نفهم شو هم شروط رول عشان نستخدمهم كمان شوي. شروطه إنه لازم يكون الاقتران متصل على الفترة المسكرة، ثاني شغلة يكون قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة، ثالث شغلة صورة الـ A بتساوي صورة الـ B. كنتيجة رح يكون في عندي عدد بنسميه C رح ينتمي للفترة المفتوحة AB، بحيث إنه المشتقة عنده بتساوي صفر، وأثبتناها من شوي بالرسم إنه أخذنا صورة A بتساوي صورة الـ B وأخذنا اقتران متصل، فجينا استنتجنا إنه هون في عندي horizontal tangent، يعني المشتقة عندي C شو مالها بتساوي صفر، لأنه إحنا من شوي حكينا F برايم للC بتساوي صفر، يعني في عندي C horizontal tangent. نيجي نشوف نكمل. نشوف سؤال، بحكي لنا السؤال هون show that إنه F الX اللي بتساوي جذر X ناقص ثلث X satisfies role theorem on 0.9، تمام، على الفترة المسكرة 0.9، وكمان find C. يعني السؤال بحكي لي إنه أنت معك الاقتران F الX اللي هو جذر X ناقص ثلث C، بدنا نبين إنه الاقتران يلي عنا بحقق لي نظرية رول على الفترة اللي مسكرة 0.9، ومش بس هيك بحكي لي find C. تمام، حلو. هسا احنا نظرية رول بالبداية كان شرط الاتصال، ثاني شرط الاشتقاق، ثالث شرط الشرط تساوي الصور. تمام، اول اشي نيجي لشرط الاتصال. هسا اول شغلة قلنا نبلش الحل، احنا اف الاكس هون على مين متصل بشكل عام؟ هون اف الاكس يلي هو بيساوي جذر اكس ناقص ثلث اكس متصل على مين؟ continuous on صفر لعند المال نهاية. تمام، هو بشكل عام متصل على صفر لعند المال نهاية. ليش مش R؟ لأنه إحنا في عنا جذر X، والجذر لأنه الـ N لإله زوجية لازم يكون يلي جوا الجذر أكبر أو يساوي صفر، فإذا الاقتران رح يكون متصل على الفترة المسكرة من صفر ومفتوحة لعند المال نهاية، يعني على الـ R الموجبة. تمام، إذا رح نستنتج كنتيجة إنه F الـ X continuous على مين؟ على الفترة يلي هو معطيني إياها من 0.9. ليش؟ لأنه 0.9 هي جزء أو محتوى من الفترة الكبيرة، لأنه هاي شو مالها؟ هي محتوى من الصفر ما لا نهاية، وإحنا بنعرف إذا كان متصل على الفترة الكاملة رح يكون متصل على الفترة الجزئية، فال0.9 هي فترة جزئية من صفر لعند المالا نهاية، إذا رح يكون متصل عليها. إذا أول شرط خلصنا منه، الاقتران متصل. ثاني شرط بدي أشوف هل الاقتران قابل للاشتقاق ولا لا. عشان يكون الاقتران قابل للاشتقاق يعني في إله مشتقة، فإحنا بنروح نوجد المشتقة بنشوف إذا قابل للاشتقاق ولا لا. F الإكس شو بتساوي؟ جذر إكس ناقص ثلث إكس. F برايم إكس شو بتساوي؟ اللي هي 1 على 2 جذر إكس ناقص ثلث. إذن الاقتران قابل للاشتقاق. ليه؟ لأنه خلص هاي مشتقته جاهزة، يعني إحنا اشتقنا وطلع جواب للمشتقة، هي هيك قاعدة الاشتقاق. إذن الاقتران قابل للاشتقاق على مين؟ على الفترة المفتوحة من صفر لعند 9. حلو، هاي شرطين اتحققوا. ثالث شرط بدنا نبحث بتساوي الصور. تساوي الصور، بس أكتب القاعدة هون اللي هي F الX، كانت عنا F الX شو بتساوي؟ اللي هي جذر X ناقص ثلث X. إحنا بدنا نبحث بتساوي الصور، بتساوي صورة A مع صورة B، فبدنا نوجد صورة الصفر. F الصفر شو بتساوي؟ اللي هي صفر. عوضوا بالقاعدة بيطلع معاكم صفر ناقص صفر صفر. تمام، F التسعة شو بتساوي؟ اللي هي جذر التسعة تلات ناقص تسعة على تلات تلات، يعني صفر. إذن F الصفر اللي هي بتساوي F التسعة. ثالث شرط اتحقق، يعني أول شرط أثبتنا أنه هي متصلة، ثاني شرط أثبتنا أنه هي قابلة للاشتقاق، ثالث شرط أثبتنا أنه صورة الـ A بتساوي صورة الـ B. إذن معناها شو كنتيجة؟ F شو مالها؟ satisfies role theorem، بتحقق لي role theorem. حاكي لي بالسؤال بدي أبحث هل هي بتحقق لي role theorem. ثاني شغلة بدي أوجد قيمة C. حلو، بدنا نوجد إحنا قيمة C. بما إنه F satisfies role theorem، إذا معناها إنه إحنا في عنا C، هاي السي بتنتمي لمين؟ للفترة المفتوحة من صفر لعند تسعة، بحيث إنه المشتقة للسي بتساوي صفر. فإحنا طلعنا قاعدة الاشتقاق من شوي، هسا إحنا بدنا نوجد المشتقة لمين؟ للسي. ليه؟ لأنه إحنا بدنا نوجد سي، فبالتالي سي وين بدي أعوضها؟ لو بدي أعوضها بالاقتران الأصلي ما بستفيد، بس أنا بعرف إنه مشتقة السي بتساوي صفر،
ليه؟ لأنه حقق لي رول ثيرم، فبالتالي بروح بعوض السي وين في المشتقة، فإف برايم للسي بتساوي صفر. يعني لما نيجي نعوضها في قانون إف برايم للإكس، شو راح يعطيني؟ راح يعطيني 1/2 جذر السي، من شوي إحنا طلعنا القاعدة، ناقص ثلث بتساوي صفر. يعني 1/2 جذر السي بتساوي ثلث، يعني 2 جذر السي شو بتساوي؟ 3. شوي بس، 2 جذر السي بتساوي عنا 3، نيجي بنقسم على 2 بنقسم على 2. بس احنا ما طلعنا السي، احنا طلعنا جذر السي. جذر السي شو بيساوي؟ 3/2، بس احنا بدنا السي، فرح اربع الطرفين. شو رح يعطيني؟ السي اللي هي بتساوي 9/4. حلو، احنا هيك ما خلصنا. ليه؟ طب احنا صح خلصنا السؤال، طلعنا قيمة سي واثبتنا انه هو رول ثيرم، بس في شغلة مهمة لازم اتاكد من الجواب يلي انا طلعته. احنا حكينا there exists C بتنتمي للفترة المفتوحة AB، تمام؟ فاحنا عندنا AB من 0 لعند 9، فلازم اتاكد انه قيمة C يلي انا طلعتها بتنتمي للفترة المفتوحة 0 و9. اذا ما بتنتمي ما بزبط، تمام؟ فلازم احنا نتاكد انه هي بتنتمي. فعندنا 9/4، هل بتنتمي للفترة المفتوحة من 0 لعند 9؟ اكيد بتنتمي. اذا هاي تنتمي للفترة المفتوحة من 0 لعند 9. هيك بكون السؤال جاهز، تاخذوا عليه كامل إن شاء الله. نيجي نشوف كمان سؤال، والسؤال هون جدا مهم لأنه بدمج لي نظريتين. بحكي لي show that equation x تكعب زاد x ناقص 1 has exactly one real root. بحكي لي عندك هاي المعادلة x تكعب زاد x ناقص 1، بدنا نبين إنه إلها بالضبط فقط root 1، تمام؟ يعني هاي المعادلة إلها بس ريال روت وحيد، ما إلها أكثر من واحد. فإحنا هون عشان لما بدنا نحل السؤال لازم بالبداية أثبت إنه في إلها روت، تمام؟ لازم أول خطوة نثبت إنه في إلها روت، ثاني خطوة بدي أثبت الروت يلي إحنا طلعناه هو الروت الوحيد، تمام؟ إحنا لما بدنا نثبت إنه في عنا روت للمعادلة، كيف بنثبت؟ أخذناها بتذكر، يمكن مش عارفة، يمكن كان سيكشن 2.6 مش عارفة، اللي هو كان عن طريق البلزانو ثيرم. البلزانو ثيرم كانت بتبين لي إذا في روت للمعادلة. بس شو يعني روت؟ إنه أنتوا تعوضوا في المعادلة يعطيكم الجواب صفر. بس بالبداية لازم إحنا شو نعمل؟ لازم البلزانو ثيرم إذا بنتذكر شروطها كانت إنه تكون متصلة على الفترة، تمام؟ الاقتران متصل على الفترة. ثاني شغلة، إف الـ A مضروبة في إف الـ B كانت أقل من صفر، معناها في عندي سي بتنتمي للفترة المفتوحة AB، بحيث إنه صورة السي بتساوي صفر. فأنا بالبداية لازم إني أعمل اقتران، تمام؟ هسا أول إشي to show that there is a root use Bolzano theorem. تمام، رح نستخدمها. بولزانو ثيرم كان انه انا في عندي فانكشن، تمام؟ فهي المعادله جاهزه، بس بنحكي انه اف الاكس شو بتساوي؟ بنعملها على شكل فانكشن اكس تكعيب زائد اكس ماينس 1. لازم اثبت انه هاي متصله على الفتره. وثاني شغله، اف الاي مضروبه في اف البي اقل من صفر، حلو. الاقتران اللي عندنا هون متصل على ار، صح؟ فبالتالي انا بدي فتره بحيث هاي الفتره اللي اختارها شوي اكون حريصه انه اف الاي مضروبه في اف البي تكون اقل من صفر. لو جينا احنا مثلا على الفتره 0 1، شوي اذا لو حكينا انه continuous on 0 1، لسه بنجرب احنا، تمام؟ نوجد اف الصفر. اف الصفر شو بتساوي؟ -1. اف الواحد شو بتساوي؟ هي 1 + 1 = -1 1، تمام؟ اف الصفر -1، اف الواحد تساوي 1. اذا هاي الفتره حققت لي اللي انا بدي اياه، لو ما حققت بدور على فتره ثانيه. فبالبداية هاي الفترة حققت، إذا خلص الاقتران متصل عليها، صورة الـ A مضروبة بصورة الـ B شمالها أقل من صفر، سالب في موجب سالب. إذا هون F الصفر مضروب في F الواحد أقل من صفر، و F continuous على الفترة اللي مسكرة من صفر لواحد، إذا إحنا هيك حققنا شروط بلزانو، فبالتالي في عندي C بتنتمي للفترة المفتوحة 0 1، بحيث إنه صورة الـ C بتساوي صفر. إذا هي هون كتبتها إنه باي بلزان ثيرم، إنه إحنا في عندنا سي بتنتمي للفترة المفتوحة 0 1، بحيث إنه صورة السي بتساوي صفر.
إحنا هيك أثبتنا في روت للمعادلة، حسبنا نثبت إنه الروت اللي إحنا طلعناه يونيك، يعني ما في روت تاني، هو الروت اللي إحنا طلعناه هو الروت الوحيد. نشوف بحكي لي هون عشان إحنا نستخدم، عشان نبين إنه الروت اللي إحنا طلعناه يونيك ما في روت تاني، رح نستخدم الرول ثيرم. إذا أول واحدة استخدمنا بالزانة هون الروت. تمام، إحنا عشان نثبت إنه الإشي اللي عندنا وحيد ما في غيره، بالتالي رح أروح أفرض إنه في إشي غيره وبتوصل لتناقض. شو التناقض؟ إنه عكس اللي فرضته. يعني مثلاً هو شو بده يعني؟ بده يعني نثبت إنه في عنا روت واحد، صح؟ إحنا شو بنروح؟ إحنا بنروح بنعانده، بنحكي له لا إحنا في عنا روتين مش روت واحد، حكيك غلط. فبالتالي رح نتوصل لتناقض. شو يعني تناقض؟ يعني إشي مش منطقي، إشي مستحيل، تمام؟ فبالتالي بيطلع حكينا إحنا غلط وحكي هو صح. فخلونا نشوف، بحكي لنا هون رح نعمل assume so assume there is another root، تمام؟ في عنا another root، خلينا نسميه C2 مثلا. طب تحكوا لي وين C1؟ C1 يلي إحنا طلعناها بالفرع الأول، مش بالفرع الأول إحنا أثبتنا إنه في روت للمعادلة وحكينا هديك سي. بس هون خلينا نسميها C1، نرجع هون خلونا نسميها C1، يعني التسمية مش مهمة لهالدرجة. هون إحنا يلي طلعناها بالفرع الأول C1، هسا بدنا نشوف إحنا فرضنا إنه في عنا C2 غير C1 يلي إحنا طلعناها بأول فرع، تمام؟ هسا شو الرول ثيريم اللي أنا بدي أستخدمها؟ كيف لما استخدمنا بلزانو الفرع الأول راعينا شروطها؟ هون نفس الحكي، الرول ثيريم بدنا نراعي شروطها. شو شروط الرول ثيريم؟ يكون متصل على الفترة المغلقة. ثاني شغلة يكون قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة. ثالث شغلة تكون صورة الـ A بتساوي صورة الـ B. طب لو أنا بدي أجي أستخدم الفترة يلي استخدمتها في بداية السؤال كانت من 0 لـ1، هل بقدر برول ثيرم؟ أكيد أكيد لا. ليش؟ صحيح كان continuous وصحيح كان قابل للاشتقاق، لكن هل صورة الصفر بتساوي صورة الواحد؟ لا. ليه؟ صورة الصفر طلعت معانا -1 وصورة الواحد طلعت معانا 1. إذا ما بزبط إني أكمل السؤال الفرع الثاني على نفس الفترة يلي أنا أخذتها، بالتالي أنا بدي أفكر بفترة ثانية. بس ليش نفكر؟ هي هالفترة جاهزة. إحنا بما إنه حاكين C1 بالفرع الأول، إحنا حكينا C1 هي روت للمعادلة. يعني شو طلعنا بالنهاية؟ حكينا إنه صورة C1 بتساوي صفر. طب هون شو حاكين إحنا؟ إحنا فارضين إنه there is another root C2. شو يعني؟ إنه إحنا في عنا root تاني C2. طب شو خاصية الروت؟ إنه صورته بتساوي صفر. إذا F C2 بتساوي صفر. طب بأول فرع إحنا حكينا F C1 بتساوي صفر. إذا F C1 بتساوي F C2 شو بتساوي صفر. إذا الفترة يلي بدي أستخدمها جاهزة عشان أستخدم rule theorem. شو هي الفترة بين C1 و C2؟ إذا رح ناخذ الاقتران على C1 وعلى C2. إذا F الـX على مين؟ هون C1 وC2، وهون such that C1 أقل من C2. واضحة ليش C1 أقل من C2؟ ليش؟ لأنه C1 بداية الفترة، ودائما بداية الفترة بنعرف إنه هي أقل من نهاية الفترة. فC1 أقل من C2. تمام، إحنا بدنا نشوف الاقتران على هاي الفترة إنه بحقق لي رول ثيرم ولا لا. Rule theorem F is continuous on C1 وC2. الاقتران اللي كان معنا ببداية السؤال متصل على C1 وC2. ليه؟ C1 وC2 أصلاً هم يعني جذور للمعادلة، روت للمعادلة، يعني أنتوا لما تحققوهم حيعطيكم المعادلة مثلاً بتساوي صفر، تمام؟ فبالتالي أكيد حيكون متصل عليهم. ثاني شغلة F برايم للإكس is differentiable on C1 وC2. تمام، إنه المشتقة عنا اللي هي شو مالها قابل إنه الاقتران يلي عنا قابل للاشتقاق على C1. بس هون عشان نكون كاتبينها صح من دون هاي، يعني هون F قابل للاشتقاق على C1 C2. تمام، الشرط الثالث شو هو؟ إنه F C1 ساوت عنا F C2 كان بيساوي صفر. إذا شروط رول اتحققت. إذا F شو مالها؟ satisfies رول ثيرم. وين حققت الرول ثيرم؟
على C1 C2. إذا رح نستنتج إنه في عنا كنتيجة there exist عدد، العدد كنا مسمينه بالنظرية C، بس هون عشان مستخدمين C1 و C2 خلونا نغير المسمى، ولا هو يعني ما بيختلف عندي لو سميته K ولا C، بس بلاش نخربش. إذا there exist K تنتمي لل C1 و C2 بحيث إنه such that F برايم لل K شو بتساوي؟ صفر. طيب حلو، اف برايم لل K بتساوي صفر، لسه ما واجهنا ولا اي تعارض، بدي اكمل اشوف وين التعارض. اف برايم لل K بتساوي صفر، تمام. هسا احنا عنا كان الاقتران اف الاكس، بس ارجع اشوف، كان الاقتران عنا اف الاكس شو بيساوي؟ اللي هو اكس تكعيب زائد اكس ناقص واحد. طب اف برايم لل X شو بتساوي؟ 3 اكس تربيع زائد واحد. هسا احنا اخر اشي حكيناه من شوي إنه F برايم للك بتساوي صفر، F برايم للك بتساوي صفر، فأنا بدي أجي أعوض هون F برايم للك، أوجد F برايم للك اللي هي بتساوي 3 K تربيع زائد واحد بتساوي صفر. ليش بتساوي صفر؟ لأنه أثبتنا من شوي كنتيجة نظرية إنه في عندي K بتنتمي للفترة المفتوحة، بحيث إنه صورة الك F برايم للك بتساوي صفر، فثلاث K تربيع هون بتساوي سالب واحد على 3 على 3. طلع معي K تربيع بتساوي سالب ثلث. هل الحكي اللي هون صح ولا لا؟ شوفوا انتو عندكم عدد مربعين وطالع معكم سالب ثلث، هل في عدد بربعه وبعطيني سالب؟ ما في عندي عدد بربعه وبعطيني سالب، بالتالي اذا هون التناقض وين بين؟ التناقض بين هون انه احنا طلع معانا على حسب فرضيتنا لما نربع عدد بيطلع معي الجواب سالب، وهالحكي غلط impossible هون. إذا معناها صار في عنا contradiction، إذا هون so impossible هالحكي يطلع صح، إذا so صار في عنا contradiction تناقض مع فرضيتنا، فبالتالي بما إنه صار في تناقض مع فرضيتنا إذا فرضيتنا غلط. شو كانت فرضيتنا؟ إنه C2 هي عبارة عن root، عن كمان root، إذا هون C2 is not a root، إذا C2 is not أروت، إذا F شو مالها؟ has exactly one root. تمام. هسا رح نيجي نبلش بعنوان السكشن اللي هو المين فاليو ثيرم. المين فاليو ثيرم، إحنا بالبداية ليش بلشنا بالرول ثيرم؟ حكيت لكم الرول ثيرم هي عبارة عن حالة خاصة للمين فاليو ثيرم. خلونا نشوف شو هي المين فاليو ثيرم وليش الرول هي عبارة عن حالة خاصة. نلاحظ إنه المين فاليو ثيرم نفس الحكي، هي عبارة عن نظرية إلها شروط وإلها نتيجة إذا تحقق الشروط من دون أي استثناء. نشوف شو هي النظرية. بحكي لنا let f be a function that satisfies the following hypothesis، اللي هي أول شرط إنه الاقتران يكون متصل على الفترة المغلقة a b، ثاني شرط الاقتران يكون قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة AB. بنلاحظ ما في عندي شرط ثالث، رول ثيرم كان نفس أول شرطين، لكن رول ثيرم كان في زيادة شرط اللي هو كان F الA بتساوي F الB، لكن هون المين فاليو ثيرم عندنا بس أول شرطين ما في ثالث شرط، فبحكي لي كنتيجة there exists نفس المبدأ، يعني ممكن على الأقل حيكون في عندي C، ممكن يكون أكثر من C، بس على الأقل إنه إحنا رح نوجد C. There exists a number C تنتمي للفترة المفتوحة AB، بحيث إنه المشتقة للC شو بتساوي؟ F الB minus F الA على B minus A، or F الC مضروبة في B minus A بتساوي F الB minus F الA، يعني هي نفس هاي بس عملنا ضرب تبادل بين هدول. طيب ماشي، هسا إحنا برول ثيرم F برايم للC شو كانت بتساوي؟ صفر، لكن هون F برايم للC بتساوي F الB minus F الA على B minus A. طب إحنا حكينا إنه رول هي حالة خاصة من المين فاليو ثيرم، ليش؟ رول كان الشرط الثالث لإلها F الB بتساوي F الA. لو نيجي نطبق هون F الB بتساوي F الA، حاصل طرحهم حيعطيني صفر، فبالتالي F برايم للC بتساوي صفر، فهي رول. فعشان هيك رول هي عبارة عن حالة خاصة من المين فاليو ثيرم. إذا المين فاليو ثيرم إنه بكون عندنا الاقتران متصل على الفترة المغلقة قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة. إذا في عندي C بتنتمي لمين؟ للـ AB، بحيث إنه F برايم للC بتساوي F الB ماينس F الA على B ماينس A.
برول ثيرم كنا نحكي اف برايم للسي بتساوي صفر، يعني احنا عندنا هوريزونتال تانجنت، واثبتنا الحكي بالرسم. هون بحكي لي انه اف برايم للسي بتساوي اف البي ماينس اف الاي على بي ماينس اي. خلونا نشوف هالحكي بالرسم اذا بيطلع الحكي صح. لو نيجي لعند الرسمه اللي عندنا هون بنلاحظ انه عندنا اقتران كونتينيوس، تمام؟ اقتران كونتينيوس اف الاي ما بتساوي، هاي عندنا صورة الاي هون وصورة البي هناك، تمام؟ صورة الاي ما بتساوي صورة البي، صورة الاي ما بتساوي صورة البي، وهي الرسمة عندنا هيك. هسا لو احنا نيجي ناخذ القاطع ما بين اي وبي، القاطع حكينا بين النقطتين، القاطع ما بين اي وبي هيو اللي هو هون. لو نيجي ناخذ خطوط موازية لإله، هاي في خط موازي لإله هون اللي هو بالزهرة، هون في خط موازي لإله هون. بالتالي شو ميل القاطع اللي هو هون ما بين الاي والبي؟ ميل القاطع اللي هون هو فرق الصادات على فرق السينات، يعني اف البي ماينس اف الاي على بي ماينس مين؟ اي. اذا هيك ميل القاطع. بما انه هدول الخطين بيوازوا القاطع اللي عندي هون، اذا الهم نفس الميل، فبالتالي الميل اللي هون شو بيساوي؟ اف البي ماينس اف الاي على بي ماينس اي، والميل اللي هون شو بيساوي؟ اف البي ماينس اف الاي على بي ماينس اي. اذا هو اللي هو اف برايم لمين؟ للسي، هاي النقطة سي. اف اذا هون في عندي هاي النقطة هون، تمام؟ نزلها مع محور السينات سي، وهون نفس الحكي نزلها مع محور السينات سي، هون سي 1 وسي 2 لانه عندنا اكثر من سي، فبالتالي مش المشتقة بتساوي الميل، اذا شو مشتقة السي؟ اللي هو الميل. تمام، نيجي لعند هون. هون الرسمة نفس مبدأ اللي هون، لكن هون إحنا مش حكيت لكم إنه there exists C، يعني على الأقل رح نوجد C بس ممكن يكون أكثر من C. فهون الهدف من هاي الرسمة إنه كان أورجيكم كيف في عنا ممكن يكون أكثر من C، بس هون لو نرجع لهون رح نشوف مثلا يكون عندي ممكن تكون C على الأقل، لكن هون أكثر من C. لو نيجي لهون نفس المبدأ A و B، لو ناخذ القاطع بينهم حيطلع معي القاطع هيك، تمام؟ بس ارجع عيد اللي حكيته على السريع، انه احنا عندنا هون A و B، تمام؟ في بينهم القاطع، القاطع يلي هون ميله فرق الصادات على فرق السينات، وهون نفس الحكي الموازي للقاطع هيك، فبالتالي هاي سين وميل هاي بساوي ميل هاي، تمام؟ نيجي هسه احنا نشوف كيف الحل. بحكي لنا هون السؤال show that انه اف الاكس بتساوي اكس تكعيب ناقص اكس satisfies MVT، MVT هي قصده فيها المين فاليو ثيرم، من 0 2. إذا كانت إذا كانت بتحقق لي المين فاليو ثيرم، بدنا نوجد مين؟ قيمة سي. تمام، أول شغلة بدنا نبلش حل. إحنا المين فاليو ثيرم كان إلها شرطين، continuous وقابل للاشتقاق. نطلع f الإكس اللي بتساوي x تكعيب ناقص x، هي عبارة عن continuous on R، صح؟ هي متصلة على R، ما في عندي أي مشكلة بأي عدد أعوضه. إذا f الإكس مين؟ continuous on 0 2. ليه؟ لأن 0 2 هي محتوى اشتق الاقتران f برايم للx شو بيساوي؟ 3 x تربيع ناقص 1، هو قابل للاشتقاق differentiable on 0 2. بما انه قابل للاشتقاق اذا f شو ماله؟ f satisfies MVT اللي هي المين فاليو ثيرم، تمام. هسا تاني شغلة بدو يانا نوجد قيمة مين. هسا كنتيجة بما انه هو بحقق لي المين فاليو ثيرم، اذا there exists C، هاي C بتنتمي لمين؟ there exists C بتنتمي للفترة المفتوحة 0 2 such that F برايم لل C شو بتساوي؟ F ال B minus F ال A على B minus A، تمام. هسا احنا بدنا نوجد مين؟ اف برايم للسي. اف برايم للسي شو بتساوي؟ احنا بدنا نوجد مين؟ السي. فالسي حكينا من وين بنجيبها؟ من اف برايم، لانه لو بدي ارجع اعوضها بالاقتران اف الاكس ما بستفيد شيء لانه ما عندي معلومه ثانيه. اف البي بدنا احنا اف الاثنين ناقص اف الصفر على 2 ناقص 0 هي على 2، تمام. لو نشوف اف التنين كم، اف الاكس كان عندي اكس تكعيب ناقص اكس، اف التنين هي عبارة عن 2 تكعيب ناقص 2، يعني 8 ناقص 2 بيساوي 6. اف الصفر صفر على 2، يعني اف برايم للسي
طلعت معي 6 على 2 اف برايم لسي كم بتساوي عنا؟ اف برايم لسي اللي هي طلعت معانا بتساوي 3. تمام، اف برايم لسي احنا طلعنا اف برايم للاكس اللي هي بتساوي 3 اكس تربيع ناقص 1. اف برايم لسي شو راح تساوي؟ 3 سي تربيع ناقص 1 بتساوي 3. اذا زائد 1 زائد 1، 3 سي تربيع بتساوي 4. اذا سي شو بتساوي؟ 4 على 3، خذوا الجذر، موجب او سالب طبعا. تمام، اذا احنا السي تربيع كم طلعت بتساوي معانا؟ اللي هي طلعت معانا بتساوي 3 سي تربيع بتساوي 3 سي تربيع طلعت معانا بتساوي 4، قسمنا على 3 قسمنا على 3، سي تربيع طلعت معانا 4 على 3. سي هي عبارة عن موجب او سالب، هاي الإشارة هي اللي هون إذا مش مبينة عندكم، هاي هي عبارة عن موجب أو سالب، إذا مش واضحة موجب أو سالب جذر 4 على 3، يعني جذر 4 2 سي بتساوي موجب أو سالب 2 على جذر 3. طيب حلو، إحنا بنعرف إنه سي لازم تنتمي للفترة المفتوحة من 0 ل 2، هل سالب 2 على جذر 3 بتنتمي للفترة المفتوحة 0 و2؟ أكيد لا. إذا سي شو رح ناخد؟ 2 على جذر 3. إذا سي شو بتساوي؟ 2 على جذر 3، والسالب 2 على جذر 3 تهمل. ليه؟ لأنه حكينا سي لازم تنتمي للفترة المفتوحة 0 و2، والسالب 2 على جذر 3 ما بتنتمي للفترة المفتوحة، بس هاي بتنتمي للفترة المفتوحة. إذا هاي تنتمي للصفر والتنين. إذا ما تنسي تهملوا السالب، سالب 2 على جذر 3 تهمل. ليش؟ بتحطوا السبب لأنه لا تنتمي للصفر 2، لكن سي بتساوي 2 على جذر 3 لأنه بتنتمي، هاي تنتمي للصفر 2. أو بلاش نكمل اليوم، بنكمل باقي السكشن إن شاء الله المحاضرة الجاي. يعطيكم ألف عافية.